ام القفه انت يظهر لي. لا 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 عمري ما انت مجعل. لا الحمد لله يا ربي نحمد الله ونشكره. عايشين لهنا ها عايشين القير لهنا صلي على النبي. الزيتون تو ريت النهارين هذوما 100 غرام ولات قداش حسبها لي على 500 فرنك. كانت قبل ب 2000 قداش 100 غرام ب 700 تو ولات الحمد لله يا ربي. اول مواطن يجيني متفائل. نحمد الله ونشكره. نحمد ربي ونشكره يا ربي لك الحمد والشكر. فهمني؟ حمد وشكر ولهنا خلقه ما تجيش. لا 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 لهنا معناتها شنو اللي هي لاباس شويه لحم بقري وكذا والله العظيم نقسم بالله 100 دينار هذا في حومتي في باردو 100 دينار عشاء نتاع ليله شويه منا شويه منا شويه منا 100 دينار. قال لك جيب ولا منقوب اللي تحطه يتعدى. والله حتى مش منقوب مسكين ال 10000 فرنك اللي جبدها من الناس اعتبار كاينه دينار ال 10000 وليت. تعب المواطن التونسي شنو هي؟ تعب كل شيء غلي. كنا نتوقع انه في الصيف باش تنقص الاسوام هكا ولا؟ والله بالعكس هي ولات فرنسا ارخص من تونس. كيفاش هذه؟ الوالده انا تقوم من برا مقيمه لبرا الزيت زيتونه تاخذ فيه ارخص من تونس. الخضره الغله كذا ارخص من تونس قسما بالله راهو نحي تفديك. الزيت زيتونة أرخص من تونس لأن قداش يخدم الزيت زيتونة 13 14 دينار في فرنسا أرخص. فهمتني توا أمي كي تجي جايب تجيب لنا معاها الزيت زيتونة والخضرة زادة. في عوض أنت تبعث لها من تونس. تجيب لنا معاها فهمتني رخيص. شنو زيتنا وخضرتنا اللي غادي؟ الزيت نتاعنا الخضرة نتاعنا والغلة نتاعنا راهو. يوصلوا لفرنسا وبعد يرجعوا بقل سوق. توا أنت سامحني الدقلة هنا الدقلة ترونسبارون هذيك القلب اللي بان أنا نراها فيها وعمري ما كليتها هذيك راهو. تمشي من غادي لغادي تشوف بعوينتك وكاو تمشي غاديك وتباع ارخص. هاي ضربه فين توا نحن اللي هي ما شاء الله في تونس الخير ربي عنا الكل يمشي لبرا والبرا ياخذوه جماعه البرا هم ياخذوه معناتها ارخص من تونس. يعني لوجيك هذا اللي قاعد صايره خضرتنا تمشي تخرج لبرا بعد ترجع لنا باقل سومه. واقع والله واقع غير قبيله تفدلك راهم فدلك خاطر كل مرة تمشي يشكي لك يقول لك نحن انا كل طيب برا ندز فاسي زعما لاباس. يا اخي ما نجبتش. لا مش حكاية مو الواقع هكا هو عاد. واحنا نصوروا ونشوفوا في الناس حتى منا ومنا ما تلقاش مواطن هاز قفة كبيرة هكا معبية مليانة. معك. لا لا يا حسرة هذيك. هاي القفة نتاعي انا ريتها هاي طيب برك هذيك هكا ويز. صور بالكاميرا. واحدة ماليزيا واحدة نرتان. تعرف قداش هذوما 13 دينار وزيد 12 دينار قداش 24 هذوما راهو على مزلت يا رب ما خذيتش هذوما كعبتين هذوما ب 24 وزيدهم طري في الزيتون هذا قد يحسبهم لي 2700 وهذوك مجبنهم 6000 بلا يعمل لهم الحساب هذوما برسم منك بلا يحسب 30 دينار ومازال ما دخلناش في الصحيح اكثر من 30 دينار مزلت ما دخلت في حد شيء بعد كل حاجه ناخذ منها كعبه الحوت كل واحد كيفاش توا السردينه فما ب 2500 مثلا كانت ب 6000 7000 البوري زاد مش شكل البوري زاد نتاع واد دار فيه القفه باش معبيه باش معبيه بحد شيء بحد شيء احنا وصلنا نشريو من مونوبري باش نجم تاخذ زوز قرون كابتين طماطم كابتين بطاطا كابتين بصل باش نجم طيب فطورك العشاء والعشرين ما تعمل حد شيء نمشيو لباب الفلا باش ناخذوا الدجاج اللي ارخص بشوي فهمت انا توا قفتي صارفه 15 دينار ماخذه دجاجه وحارتين عظم فهمت وشويه لوبيا وحمص قهوة قهوة نهار لحد نتاع تصنيف نهار لحد نتاع تصنيف كي كنا قبل نصنفوا كنا قبل بالحق كنا نصنفوا اما توا ما نصنفوا في حد شيء توا شبع عليك ريشه وكهوة اعطيك تاكل وكا واعطيك تشبع باللي كتب باللي كتب ربي بالموجود انت العجة ماش خلط عليها الطماطم غالي الفلفل غالي البصل غالي العظم فرحنا كلمات كي وصل 900 فرنك طعم العش والله قداش ولا خذيته من باب الفلا ب 800 اما العديمه قدناك قد العوينه كنا نتوقعوا انه في الصيف باش تنقص الاسوام بالحق احنا كنا قبل الطماطم والفلفل والبصل البطاطا يرخص في الصيف توا بالعكس توا بالعكس فهمت والله اعلم شنو الحكايه والله اعلم وين ماشيين فهمتني يقولوا جيب التونسي ولا منقوب اللي يحطوا يتعدى هي الشهريه توفى اول
كان طار تاول نهار ثاني نهار، اللي عنده قرض واللي عنده كري واللي عنده ماء واللي عنده، كنا قبل نقضيو قضية شهر ب 100,000 شدك شهر كامل، توا 100,000 تقضي بها معناها نهار الأحد وإن شاء الله تكملك الجمعة. لازم إن شاء الله تكملك الجمعة ولازم في اللازم. عندك أمل الأسوام ترجع كيما قبل 500 600 700؟ لا لا ما ترجعش هكاك، الخطر العالم الكل غلاء، سرتو الحرب هذه نتاع روسيا أوكرانيا هي اللي كملت هلكتنا. صراحة بنيتي كل شيء غلاء، ما عادش خالقين على حتى شيء، كل واحد كيفاش يبيع بسوق، كل واحد حر على روحه كده. وربي إن شاء الله يقدر الخير بنيتي. أنا نقول لهم خليه الراجل يخدم على روحه ويريق أموره، ما همشوه مسكين الرئيس نتاعنا ما همشوه والله بالحق. بيه انت قضيت ولا ما زلت؟ قضيت. طبعا الاسوام عجبتك؟ والله شنو نقول لك، الحوت الكيلو ب 6,000 الجيد هذاك، فهمت؟ خذيت كيلو ونص خطت بقى العيله، البطاطا ب 1500، الطماطم ب 1180، مش صوم مش صوم اللي بالنسبه للعباد المزمره. غالي غالي كل شيء، غالي بنيتي كل شيء كل شيء، كعبة النسكافيه كانت 150 وليت 350، كل شيء كل اقل باش نقول لك كل شيء غالي، تحط عليه يدك غالي. المكتوب فرغ؟ المكتوب فرغ، ولا الشهر ما عادش يعيش، الكري غلا، الضو غلا، الماء غلا، الخضره غلات، كل شيء كل شيء. باش عايشين من احنا؟ عايشين ببركة ربي، نقصدوا والديون هذه قديمه. انت توا عبيت قفتك ولا ليه؟ لا عبيت لا قفه لا عبيت، طرف بطاطا وفلفل وطماطم، باي باي شويه حوت هكا هاو، والزيت الزيت ولات الدبوزه ب 8,000، ها قطعوا علينا الزيت، ما عادش لا زيت، السكر ما فماش، برشا حاجات ما فماش، برشا حاجات. يا اخي الماكله احنا نتحدثوا عليها مازال ماله، نقول لتر زيت ب 14,000 تاع زيتونه، هي عليه بلادنا راهي. اسمع ما فما حد شيء تحط عليه يدك. هاني قلت لك. حاجة خلنا نسألك أنا ساعة. التونسي متغذي بالقدا شبعان في كرشو توا؟ كي ياخذ مليون في الشهر يحط 600,000 نتاع الكري، شنو اللي يفضل لك؟ عشت وقت بورقيبة وقت الزين وقت كل شيء. فهمتني ولا ايه؟ وكنت في بلاد بحذا ولدي مفردة الكعبة الغلة هكا ناكلوا فيها، وشنو هنا؟ الزبلة. الزبل يعطيونا فيهم. ناك تشوف فيها الناس كل خامهم تتفرج في الاسوام وما فما شيء، لا عاد تشري. 5,000 تاخذ خير ربي، قافيه نتاع الجمعه. يا حسر على بن علي، الله يرحمك يا بن علي. الله يرحمه. الله يرحمه. مش قلتوا بن علي ليه؟ لا ما قلتش انا. ما قلتش عمري ما قلت انا. عمري سامحني عمري ما قلت بن علي لا. الله يرحمه. الناس هذوما جاهم بعد الثوره، حاجه من الثوره هذيا. هذه سرقه. الدنيا قاعد تشوف معايا ما فماش مواطن هز قفه هكا كبيره مليانه معبيه. ليش يمشي مو بالفلوس؟ هي بالفلوس. اخي المواطن مسكين بالفلوس وفلوس ما فماش. فلوس ما فماش. شبيه؟ فلوس ما فماش ويجيب منقوب. والخدمه وين؟ فما ناس بطاله مسك. وفلوس ما فماش. فهمني وبطاله كثرت وعباد قتلها الشر. في بلاد باش ياخذ كيلو زوج كيلو ياخذ. يا اخي طل. والنص طل. ثم عباء ثم نساء والله ينفع على عسعس الجزائر هاك تشوف اللي يباعوا الدجاج والله امراه مسكين تجي تاخذ جناح تاخذ صدر هذا كان عندها فلوس تاخذ صدر اللي تاخذ طرف اعطيني طرف باش الذوا تبين به. التونسي متغذي شبعان بالقدا يعني ياكل ماكله صحيه. التونسي اذا عنده الفلوس الحمد لله ياكل بالقدا وشيخ. اما اللي يعبي في قرشه اللي عنده الماء. فرق بين يعبي كرشو بماكله صحيه وبين جوست يعبي باش يشبعك هاو كيما جا جا بالفلوس مسكين ما عندوش يقبل يجيب باش يعباه باللي يجي يعباه مقرونه نمر اثنين هكا هو باش قدك يعباه مقرونه نمر اثنين التونسي يشبع. فما ناس عنده فما ناس ما عندهاش، مش الكل راهي تشكي وتبكي تسمع، مش الكل راهي جواع، مش الكل عنده. فما ناس عندها فما ناس ما عندهاش، مش نحطوا البارتو الكل اللي ما عندهاش، نسكروا اللعبه. كنت تبعيتها تلقاها يضرب في التريلي ويضرب في الغزاء. كي نقولوا ياكل ماكله صحيه معناها لازم توفر فيها الغلال، الخضره، الحوت، اللحم، الجو. البروتينات هذيك تسمى البروتينات، يلزم دوجور بار سومان مره حوت مره لحم، مش يكثر ديما ديما. ولا يضرب في 6 شهور بشكل اللحم. 6 شهور هذوك نضربوا في 6 شهور.
فما اللي عنده فما اللي يعمل في حاجات اخرى مش ياكل. خلينا في الماكل احنا، خلينا في اللي ما عندوش ومش قادر ياكل. مش عنده مش ياكل، بخلاف العجة بخلاف مقرونة ما نحكيتك نمر اثنين ما عنده ما يفوت شيء. تنفعوا زعما؟ تنفخوا مش تنفعوا، تنفخوا بركة هذاك كي تنفخ هو يخرج هكا يتقزدر يمشي القهوة يرجع تلقاه تفش يولي تعرك هو مرته والبلاد ما خيبها والاقتصاد مشي والسكر ما ذماش والزيت ما ذماش.